قبل ما نتكلم على قصتنا النهاردة، بتكلم على حكاية السنين، على رحلتنا اللي هي الثلاث كلمات: احنا ضد الجهل والفقر والمرض. دول لما اتجمعوا بيعملوا كارثة، ودي اللي الدولة المصرية بتحاربها من سنين. جزء منها انك تنقل الناس اللي عايشة في العشوائيات، جزء تاني انك تعالج اللي عندهم فيروس سي وشفتوا الملايين، جزء تاني انك تكشف اجباري وتعمل على 100 مليون صحة، جزء اخر انك تعمل تنوير من خلال كل قصور الثقافة اللي بتشتغل، جزء اخر انك تتكلم على الدين، الدور التوعوي للدين الصح، الدين اللي بعض الناس حاولت تستغل بعض المذاهب او الافكار الدينية المتشددة عشان مذهب معين وعشان فكرة سياسية خايبة. انت بتتكلم على التنوير، بتتكلم على الناس اللي تبقى شايف ربنا في كل خطوة، الناس اللي يقولها بصوا السحر، بصوا مش عارف ايه، ومعمول لك سحر، وشك اصفر ووشك اخضر، وشك كراهات، معمول لك عمل وجيبي رجل فرخه. وللاسف للاسف في بعض البرامج ساهمت بقصد او بدون قصد في ترسيخ هذا المفهوم. احنا النهارده بناخد ده مدخل انك ما تدخلش اي حد في بيتك، بناخد ده مدخل لانه ده منتشر. كم قضيه اتعملت كده؟ ده النهارده الصبح خبر انه واحد النهارده بس في الصعيد قتل معالج روحاني لانه اعتدى على ام هذا الشاب الصعيدي المريضه. الخبر ده يا جماعه لو موجود نزلوه. ايه ده؟ وقررت في محافظه تانية اعترافات قاتل دجال الصعيد اغتصب ام المريضه بحجه ان عليها جن. طبعا قتلوا، مش مبرر القتل، كان ياخدوا بقى يقدموا للعدالة. لكن في حكاية تانية برضو في وادي الجديد، انه نفس الحكاية بس مع الزوجة. رجل الدجال قال انه بيعالجها وعمل مش عارف ايه، وهو استضافه بيته لعالج زوجته فاعتدى عليها بفعل غير اخلاقي بشع. نهاية بشعة ولا نهاية شنيعة لدجال في الوادي الجديد. وفي كفر الشيخ حكاية تالتة مش عارف ايه وايه، اتفقوا وحرقوا الزوج. دي مدخلات يعني ايه ده؟ وبعدين بنعمل نشوف حملات بنعملها ونشوف حاجات للتنظيف وللجمال، واحنا عاوزين نعمل معاكم ده، عاوزين نشوف بكرة ونشوف التقدم التكنولوجي. نشوف حملات ناس بتعمل عشان حملات تانية تنظف المقابر، هو حبس زوجه عشاء في كفر الشيخ، اشعل النار في الزوج اثناء يعني كلها حاجات داخله في حاجات خايبه. لكن تشوف برضه صوره وانا بتكلم لحملات بتتعمل لتنظيف المقابر من الاسحار. ما دي برضه حاجه عاوزه تقاوم، اهو بيطلعوا ومعاهم شيوخ وبينظفوا مقابر. ايه القرف اللي موجود ده؟ وايه الفكره دي؟ زمان كانت مباحث الاحداث وفي بدايه يعني اعمالي وانا بعمل مثلا اول برنامج المواجهه، دول مجموعه شباب هو مشكورين برضو مشكورين، بيطلعوا اللي نظفوه واللي لقوه، عشرات موجوده. ده ترسيخ للفكره الخاطئه. ويا بنت مش عارف ايه، روح اعملي له عمل، ده مش طايقك، ده هيتجوز غيرك، ده ايه اللي خلانا كده؟ اللي اتى ساحر ولا دجال 40 يوم يبقى لا تقبل منه الاعمال. يا جماعة لازم نعرف الدين الصحيح، يا جماعة لازم الدين ورجال الدين ليهم دور، المدرسة ليها دور، الإعلام ليه دور. في بعض البرامج رسخت ده، ضيعتنا. لازم نشيل الهم والفقر ده، ده مدخلات لأشياء حزينة بتحصل. يعني كل شيء خلاص يا جماعة شيلوا خلاص، ما الناس بتصور، بيصوروا حتى أسحار لقينا يعني. وكان في إحصائية كان احد الشيوخ كان قالها، انه مش عارف انه مصريين بينفقوا قرابه مش عارف 13 مليار جنيه على اعمال الدجل والشعوذه. ده مش عارف سنه 12 و13، 13 مليار. مره واحد تاني ده الشيخ اللي كان قال قد تكون تخطت ال 20 مليار جنيه مع تفاوت السنوات. 20 مليار جنيه تدفع لهذه الاعمال. طب القانون يبقى راضع انه من يقوم بهذه الاعمال طب يحبس. ده من سنه في الامارات في لعيب لقوه راح لواحد كده جابوه وحبسوه مش عارف كام سنه، وكانت فضيحه.
احنا في البرامج الرياضيه ساعات بيتكلموا على ده والراسخ ده، مش عارف اقول ايه. ابعتوا لنا على طارق علام تي في رايكم، قولوا نقوله دلوقتي وانتم معايا. سيدنا يكون معايا الشيخ المستنير فضيله الشيخ الدكتور احمد ترك، لانه برضو هو من جيل الدعاء نقول عليهم الشباب اللي شاف ما بين جيلين وشاف الواقع اللي موجود. رايه ايه في هذه القضيه باختصار؟ 20 ولا 13 مليار ولا 15؟ ايه ده؟ نعمله تعليم، نعمله اكل وشرب، ليه كده؟ شيخنا الفاضل اهلا بيك. اهلا بيك يا صديقي العزيز الاستاذ طارق الاعلامي اللامع الوطني العظيم، ربنا يكرمك ان ينفع بك البلاد والعباد. شكرا لحضرتك، شكرا. ويعني اتمنى انك برضو مع المشاهدين، انا جبت هذه القصه وكل غرضي ان احنا ما نفتحش الباب لاي حد. تقول لرب الاسره ايه؟ وشوف بتاع السعيد اللي راجل اغتصب والدته المريضه. صحيح. اصل القصه انا عاوزك تلخص ده في كلمات، انت كراجل دين ممكن اقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا ما عندناش اي حديث صحيح ولا نص ولا روايه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، او في عهد الصحابه او في عهد التابعين او في تاريخنا النظيف يؤكد ان فيه بعض العلماء اشتغلوا بعلاج السحر والحسد وعرفوا الشيطان ويطلع من الانسان ويخش الانسان الى اخره. كل ذلك لم يظهر الا في الفترات المتاخره، واللي ظهر في 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 عهدنا وفي القرن الماضي تقريبا الجهل والتخلف والدجل والتدجيل باسم الله ورسوله. انما احنا ما عندناش علم ولا عندنا نص ولا عندنا روايه تقول ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم واحد من السحر والحسد بكذا وكذا وكذا. ليه بقى؟ لان السحر والحسد وان كانوا موجودين في القران الكريم الى ان رب العزه سبحانه وتعالى اعطانا علاجهم، لكن ما اعطاش لاي حد سلطان ان يعرف ان في حسد ولا سحر، لانه علم غيب. تمام. يعني انا دايما بقول لتلامذتي وبقول للناس هذا الامر اشبه ما يكون بست البيت لما تدخل مطبخها وتستخدم الديتول. لما تسال ست البيت انت بتستخدمي الديتول بتنضفي ايه بالظبط؟ بتقول لك الفيروسات والبكتيريا. طب انت يا ام بتشوف الفيروسات والبكتيريا؟ تقول لك لا، او نفس النظام. تمام. السحر موجود والحسد موجود، طول ما انت بتقرا ايه الكرسي وقريب من الله جل جلاله ومحافظ على صلاتك وحياتك الروحيه مستقره وعلاقتك بربنا كويسه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصيبك اي شر. وعشان كده ربنا انزل قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تمام. وسيدنا النبي شرع لنا الرقيه، ان حد يرقي نفسه، كل واحد يرقي نفسه او نلتمس الرقيه من الصالحين. شيخنا انا عاوز يعني استاذن حضرتك نخش في المدخل، مدخل هذه القصه، انه الزوج مراته ادعت انها مريضه بالسحر وحصل ما حصل، ولسه المشاهدين هيشوفوا معانا هذه الكارثه. بنقول الـ 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 الابواب لا تفتح لاي شخص. يعني عاوز برضه حضرتك تقول لنا، تقول لكل زوج ولكل ابن يعمل ايه لو هو يعني جاي له شيخ يا عم هيرقي المكان، انا معاك، لكن كيف يصل بك الحال انك تسيب امك المريضه او زوجتك؟ يعني لابد ان نوصف الموضوع توصيفا صحيحا. تمام. اي حد تعب في الاسره لازم ناخد بالنا ان الشيخ هو المفترض ان يكون رجل علم. تمام. رجل علم مش طبيب. يعني راجل مش بتاع علاج، مفيش حاجه اسمها الشيخ بيعالج. هذا كله دجل وغير صحيح ووهم، والناس دي بتستخدم سلطات هائله وبيرتكبوا جرائم زي ما حضرتك اشرت، وهناك العشرات من القصص والروايات. تمام. فانت دلوقتي عندك والدتك تعبانه، زوجتك تعبانه الى اخره، قد تتعرض لضغوط من الدرجه الاولى او من الدرجه الثالثه، يبقى اذا علاجها عند الطبيب النفسي. اذا ما كانش عندها حاجه عضويه يبقى في استشاره نفسيه، وبعض الناس بتخلط ما بين الطب النفسي والطب العقلي. لا يا جماعه، الطب النفسي اي حد ممكن يمرض نفسيا، وده ما علم موجود والعلماء لهم تفسيرات كبيره جدا في هذا الاطار. يبقى احنا لكن لو انت حضرتك عايز تستخدم القران اقرا عليها انت، ما تفتحش بيتك. هذا لو ارى سوره لو ارى سوره البقره بشكل مباشر كده كل شيء هينتهي. ده يعني ده امر ربنا. يعني سيدنا النبي علمنا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الرقيه، والرقيه دي بنلتمسها من الناس الصالحين مش من المشايخ.
يعني ما نشوف واحد كده نحسبه على خير، علاقته بربنا كويسة، قلبه صافي، نلتمس منه انه يدعي لنا، نلتمس منه انه يقرأ علينا سورة البقرة او سورة الفاتحة او شيء من هذا القبيل. في رواية صحيحة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه زار مريضا وكان معه بعض الصحابة، تمام، فقرأ عليه الفاتحة فخرج ونشط، فالصحابة دول راحوا لمريض آخر وقرأوا الفاتحة وما حصلش حاجة، فقالوا أي هذه الفاتحة وأين عمر؟ وأين عمر؟ هو ده يعني مفتاح الموضوع. شيخنا الفاضل، احنا محتاجين ساعات، لازم نلتقي قريبا ان شاء الله، نستضيفك من خلال هو ده، بنقدم من خلال هذه النافذة توعية لأهلينا وناسنا. بشكرك شيخنا الفاضل، كل سنة وانتم طيبين.